بإذن الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء للكافرين.
الله والرسول لعلكم ترحمون. يا والضراء والكافرين
العاصي بعدي الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان
وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. من قبله رسل
أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وس
سيجزي الله الشاكرين. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها كتابا
ومن يرد أعاب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصابرين صدق الله العظيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة قتلها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في ليسانس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدريجان محافظة البحيرة. بذلك عن احدث مكبرات الصوت العالمية والانارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت تحت ادارة اشراف اولاد الحاج محمد النجار المقيمين بكفر شماخ. حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.